لو كذا كيني وأحل الله البيع وحرم الربا قطعية مزمر غاك ديني ماذا تفيد هذه الآية؟ تفيد إباحة البيع وتحريم الربا، أليس كذلك؟ المعنى الأصلي مشي هذا كاع مشي ذوقي. ما هو المعنى الأصلي؟ من يجتهد ولو بالمعلش اجتهاد خسام الآية، وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع والشراء ذي الحلال الربا ذي الحرام، هل هذا هو المدلول الأصلي؟ ما شيء هو المدلول الأصلي؟ هناك مدلول أصلي، ما هو في نظركم؟ يلا المجال اجتهاد. أيوة، إذن ما هو المدلول الأصلي؟ هذا هو المدلول الأصلي. قالوا إنما البيع مثل الربا، قارن البيع والربا كيف كيف، وربي سبحانه يناسنا لا، وأحل الله البيع وحرم الربا. المدلول الأصلي إذن هو نفي المماثلة، ماهوش إباحة البيع وتحريم الربا، مش دوا هذا مقصود، ولكن هو ليس على وجه الأصل. المقصود الأصلي في السياق هو نفي المماثلة، وقال سيقارن كيف كيف، أمين زنوزون يتساغ البيع والشراء، أمين يخدم من الربا، أكين أكرض الله 50 مليون، أكين السكروغ 5% 5%، كيف كيف أمين أكين يزنز يغض الطافلة يجي 10 ألف أتزنز 15 ألف، هادي كيف 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 كيف، فقي خطيرة الميل الغشي حسبن باللي الربا من تسام البيع والشراء كارثة ذاين، والربا يحرم ربي ذي الآيات، قلنا أنت الآيات نظن يثي حرم ربي سبحانه. لقوم إسلام ذي الآية 275 من سورة البقرة. نعم شوف كمل، بارك الله فيك، وبعدين إلى آخر الآيات ذاقي صافي باش نفهم أصولياً.